توقعات برج الجوزاء لرجل الجوزاء وأنثى الجوزاء. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. في شخص من دمك يا جوزاء، في شخص من دمك هيساعدك ماديا أو هيمنع عنك أذى، أو هيمنع عنك أذى كان قريب منك الفترة القادمة. الفترة القادمة هذا الشخص من دمك أراه في مساعدة، لا إما هيساعدك ماديا أو هيمنع عنك أذى كان قريب منك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرسكم بإذن الله. أرى في طريق سفر قريب منك خلال أيام، وفي رفقة أهل أو معارف موافق، أرى مش موافقين. بسم الله الكاشف هيخلوك تعيد ترتيبك. بسم الله. أرى هنا في اختفاء شخص غالي عليك، وده مؤثر على نفسيتك وتشعر بالحزن وعدم وجوده. أرى فيه هنا بسم الله الكاشف حافظ على رزقك الفترة دي، لأنك هتكون من أصحاب يعني ناس ربنا يفتح عليها، فحافظ على رزقك، حافظ على رزقك وحافظ على مالك ولا تبعثر دنيتك. أرى في تغير جذري وقرارات مهمة ومفاجآت لست في الحسبان. بسم الله الكاشف. أرى للبعض هنا لقاء بشريك، شريكك إن شاء الله أرى في لقاء ما بينك وما بينه قريب. أبشر في فرحة قادمة إن شاء الله، ربنا يديكم الفرحة ويكون من حظكم، وأخبار سعيدة واتصال إن شاء الله هيفرحك هذا الاتصال. أرى هنا في امتلاك شيء، راح تمتلك أو نقلة من مكان لمكان إن شاء الله عن قريبة. أرى في حبيب عايز يردع لك ويصالحك، حبيب عايز يردع لك ويصالحك. في خروج طرف ثالث، خروج طرف ثالث، لأنك أنت شاكك وعارف إن في طرف ثالث بس محتار، لكن في طرف ثالث وفي خروج هيخرج بقدرة الله تعالى هذا الطرف الثالث. أرى هنا للمنفصلين الشريك السابق بيعيش أقصى حالات الندم على فراقك، على فراقك. أرى هنا في صلح ورد حق وشهرة. أرى امرأة تكرهك وأنت مخدوع، هتنصدم لما تعرفها، احذر مكيده، ولكن الله ينجيك، الله ينجيك. في شخص أو في شيء هيحصل لك هيغير مجرى حياتك، استعد إن شاء الله. أراك مضغوط عاطفي بين شخصين ولازم إنك تختار كويس. للبعض هنا في ترسيم علاقة أو قرار زواج ودعم من يد غريبة، ودعم من يد غريبة. بسم الله الكاشف. تنساش أخواتي في الله تدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. أرى هنا للبعض مبلغ مالي بعد أيام بفضل الله. بسم الله الكاشف. للبعض هنا تريد الارتباط، أراك تريد الارتباط، ولكن العراقيل من الأهل الذي أرى في عراقيل من الأهل الذي تريده. أرى في شخص بيفكر، يفكر فيك، بيفكر فيك ويتأمل صورك، وأنت تشعر إنه بيراقبك أو بيتأمل بصورك أو بيراقبك أو بينزل منشورات أو بينزل حالات، وأنت حاسس إنه بينزل الحالات دي عشانك، فعلا بينزلها عشانك، أو بالصور أو بينزل ستوري أو إشي بينزلها عشانك، وأنت عارف إنه عشانك وفعلا بينزلها هذا الإشي عشانك. صدق شعورك لأنها شعورك صح. أرى في تفكير في شراء شيء جديد، انتظر قليلا حتى يكتمل معك المبلغ واشتري اللي انت تريده. ارى كسرة التفكير، كسرة التفكير. بسم الله الكاشف. كسرة التفكير لا تدعك تنام بسلام، اترك الامور بيد الله وستنحل بفضل الله تعالى. اراك خروج من فترة طويلة صعبة،
وحب جديد يطرق قلبك من شخص. أرى هنا للبعض كلام كتير بيتقال عليك وانت عارف الشخص ده، بس انت مش في دماغك، مش في دماغك. أرى في صلح وعتاب ما بين زوجين أو حبيبين، في صلح وعتاب ما بين زوجين أو حبيبين. بسم الله الكش دايلك فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي تعبته واللي حصل معاك في حياتك بإذن الله، لأنك بعد تعبت فترة كبيرة بعد سنوات تعب سترى قدرة الله في تحقق ما صبرت لأجله. كل شيء سيتغير في لحظة لصالحك بإذن الله، لأن الله يريد ذلك. فلا تكن مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله. أرى في ندم أحد أشخاص لظلمك، لظلموك واستغلوك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. في مبلغ مالي محترم قد تكون مكافأة أو هدية أو ردوع دين بإذن الله تعالى. اللهم صل على الحبيب المصطفى. انتبه انتبه واحذر من أشخاص قد تعتقد أنهم مقربين ليك ولكأنهم يفتشون أسرارك. لا تتمادى معهم في الفضفضة كثيرا. استعينوا بالله، استعينوا بالله كثيرا، استعينوا بالله كثيرا. بسم الله الكشف. اللهم صل على سيدنا محمد. لنجيالك فرحة، ديالك حد يقاسمك في همك وفرحك، سند حقيقي يرسم معك هدفك. بفضل الله أرى هنا بسم الله الكاشف. خذ حذرك، خذ حذرك، خذ حذرك. أنت محسود، هناك من يكرهك ويراقبك بشغف وينظر سقوطك، يتمنى زوال النعمة منك. عندك صداع بالرأس وبعض الألم بالعظام. خذ حذرك، هم لا يعرفون أن الله، إن هناك رب يمهل ولا يهمل. لا تخف، إن لا تخف، هناك رب يحميك ويتولى جميع أمورك. خذ حذرك من هذا الحسد، ودخل القناة برضو في علاج الحسد بفضل الله تعالى. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. أرى في هنا رقب تطلب بكل مستحقاتك القديمة، أرى في أخذ مستحقات قديمة. بسم الله الكشف. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. بسم الله بسم الله. في رجوع حق، رجوع حق، في رجوع للمنفصلين كذلك العمر، في رجوع بفضل الله تعالى للمنفصلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا الرجوع قريب، وفي نقلة من مكان لمكان، من مكان لمكان، وتوثيق عقود نقل. إن شاء الله هذا تكون نقلة سعيدة بفضل الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم. أرى شخص أنت بتحبه بيزداد غلاوة عندك، لأن هذا الشخص في نقلة أنت وهو هذا الشخص. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيكم حتى يرضيكم. هذا قراءة برد الجوزاء، أخواتنا في الله الأنثى الجوزاء ورجل الجوزاء. وهسيب لكم في صندوق الوصف علاج الحسد، وداخل القناة أخواتي في الله منزل من قبل في داخل القناة علاج السحر وعلاج الحسد وعلاج القرين وعلاج التابع. جميع العلاجات منزلها من قبل داخل القناة، ادخل داخل القناة هتلاقي جميع العلاجات. واتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة اسرار العالم الروحاني.